وعن الرسائل التي يحملها هذا الهجوم الذي يعتبر الأعنف ضد قوات الأمم المتحدة في مالي. نتابع هذا التحليل للرئيس المركز العربي الإفريقي في باماكو محمد الصوفي في حديث لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. هذا الهجوم الذي وقع فجر يوم الأحد 20 يناير في بلدة أكالوك الواقعة على بعد 250 كيلومتر شمال مدينة كيدال هو الأكثر ضحايا حتى الآن بالنسبة للأمم المتحدة في مالي، حيث خلف 10 قتلى من جنود تشاد و25 جريح، في حين قتل 2 من المهاجمين وأسر 1. هذا الهجوم والذي تبنته القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فسره المراقبون بأوجه عديدة من الناحية الرمزية على الأقل، منها أولا أن الهجوم وقع في يوم عيد الجيش المالي، والثاني أن نفس البلدة تعرض فيها الجيش المالي لهجوم كبير سنة 2012 سيطر فيه المهاجمون على سكنة وقتلوا عشرات الجنود الماليين وأسروا البعض. وهناك أيضا السبب الذي أعلنه تنظيم القاعدة في بيانه، وهو أنه رد على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نفس اليوم لدولة تشاد، مع أن الهجوم وقع فجر ذلك اليوم، يعني أن عنصر الصدفة قد لا يكون بعيدا في هذه الحالة.